هذه المكاتب الشاغرة التي تشاهدونها تعود إلى موظفي مصلحة تسجيل السيارات في النبطي. العمل متوقف منذ أسبوع تقريبا بسبب عطل في نظام المكننة، ما سبب بدوره تعطيلا لمصالح أصحاب المكاتب والمواطنين. 5 أيام واقف الكمبيوتر بنفعة النبطية، لا المواطنين ولا السماسرة ولا المكاتب عم يقدروا يضربوا أو يشتغلوا شغلة. كل أشغالنا واقفة، من أمل العالم سياراتها بيرجعوا بعد يومين الحكم عليهم بدو يرجعونا التقنيات. ميكانيك ولا تسجيل ولا شيء، كله واقف. يعني بنجي بنقعد فنجان قهوة أرجيله منفل. هي هالمواطنين عم يجبرون يدفعوا من الميكانيك مثل ما انك شايف، دائرة ما في كمبيوتر فوق معطل، حيسروا شيء 6 أيام تقريبا. ليست المرة الأولى التي تحدث فيها أعطال في نظام الكمبيوتر، والعقد منتهن مع الشركة المتعهدة بحسب نقيب من مكاتب السوق حسين غندور. نحن أرسلنا كتاب لمعالي وزير الداخلية لإستلام هذا المشروع سابقا من حوالي 3 أشهر، قلنا له إنه هذه شركة الكمبيوتر اللي هي عم تدير كل العمليات بإدارة السير، العمليات المالية، تسجيل سيارات أو دفاتر السواقة وما شابه، عم تديرها بطريقة شفهية، ما في إلى أي قانون أو أي مرجعية حسبها. إضافة لذلك إنه الأعطال عم تكون مستمرة بجهاز الكمبيوتر، مما يؤدي إلى عدم إعطاء خدمات للمواطنين. شو الحل هلا؟ لازم نجيب أشخاص متخصصين مختصين بعلم الكمبيوتر لحتى نحسن الخدمات ولحتى ما نحصل الخدمات بمكان واحد بلبنان بالتكوانة لحتى ما تتكرر الأعطال. اتصلنا برئيس قسم تسجيل السيارات في النبطي علي مهدي، فرفض الإدلاء بتصريح لأسباب إدارية، لكنه أكد أنه جرت معالجة العطل وأن العمل جار للحد من هذه الأعطال التي تعرقل مصالح المواطنين. وأشاد مهدي بالمدير العام لهيئة إدارة السير في لبنان هدى سلوم التي تعمل بكل طاقتها عند وقوع أي عطل.